أنا أريد الحقيقة أن أقول أو أكثر شيئاً، شفت قاضي بصير كما هو معلوم كانت تنفيذنا للشروط في صفحة حديبية. لكن طبعاً وشروط صفحة حديبية انتهت وانقطعت بالمخالفة التي وقع بها فيها المشركون، وكان سبباً في نقض العهد كله برمته. وانتهى الأمر إلى فتح مكة. فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع او انفذه الرسول عليه الصلاه والسلام هل هو ماض في الناس الى يوم القيامه ام انه نسخ؟ هو هذا، ولذلك يرد على هؤلاء بان هذا الشرط لا يمكن ان يستدل به على اقامه حجه او حكم شرعي به. بارك الله فيك. أنا الأخطر من أنك بالشرط لو تمسك بالشرط ورد ما تفضلت، لكن هو نسي القصة كلها وتجاهلها وقال الرسول فعل هذا للضرورة. أعوذ بالله، هذه مصيبة. لذلك أنا الحقيقة أنا أقول هنا، وأنا دائما أدندن على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها، وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية. فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولما استشهد به على الإطلاق. لكن هناك أيضا طامات أخرى ربما استحلوا بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم، ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره. وأيضا هنا أنبه الإخوان إلى مسألة لغوية، لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه إليها، وهي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه، وإنما هو متعد بنفس الفعل هنا، فنقول التقيناه أو التقيناهم أو نحن ذلك. أنا شيخنا أبو صالح. Thank you.